ريكورد، بس مفيش حد دخل لسه. اوكي، اشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بس هنتظر 3 دقايق اشوف حد يبدأ، الستودنت يدخله وبعد كده هبدأ اشرح على طول. 3 دقايق بالظبط احنا مع بعض، لحد بس ما اشوف حد يدخل من الستودنت وهبدأ الشرح. وعايزة بس اقول لكم قبل ما ابدأ وقبل ما الناس تدخل، انه احنا هنشتغل من كتاب Principles of Economics، هو انجليش، و الكتاب دوت انا المفروض هعمله ابلود على الكلاس روم هنا. استاذ عبد الرحمن هيساعدني ان احنا نعمله ابلود، وهينزل لكم ان شاء الله. بس هو دلوقتي عشان المفروض كان يبقى على فلاشة وانزله، مش جاهز، بس انا هبعته لاستاذ عبد الرحمن يعمله ابلود ان شاء الله النهارده، بحيث ان يكون عندكم الماتيريال برضو على الكلاس روم ان شاء الله. وكمان هقول لكم امتى الكتاب يبقى جاهز باذن الله. اوكي، استنى بس 3 دقايق يمكن حد يدخل معانا نتعرف عليكم ان شاء الله. محمد، طيب احنا هنبدأ بقى لانه اعتقد كده مفيش حضور لحد ما حد ينضم لينا ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله احنا معادنا، انا هأكد عليكم بس دلوقتي من جدول لحظة. هيبقى ميعادنا كل يوم 3 من 9:30 ل 11 اونلاين، ومن 12:30 ل 2 في قاعة 3 ان شاء الله. اوكي،
يبقى كده الاونلاين هيبقى من 9:30 ل 11، والفيزيكال ليكتشر هتبقى من 12:30 ل 2 ان شاء الله. اوكي طيب، ده بالنسبة لجدولنا. بالنسبة بقى للماتيريال، في كتاب انجليش زي ما قلت لكم، هو Principles of Economics، هيبقى موجود مع حضراتكم ان شاء الله، سواء اونلاين او هينزل ابلودد، وهنزل باوربوينت برضو، وحتى هنزل لكم شيتات نبقى نتدرب عليها بس لاحقا لما نبدأ نمشي شوية في المنهج. بعد كده ان شاء الله هنزل لكم الورق والكتاب. المفروض ان انا بس لما اقابلكم فيزيكالي هشوف حد من الدفعه، هيبقى بتواصل معاه بحيث انه يبقى معاه الورق والماتيريال، ويبقى في بينكم من بين بعض يعني، عشان انتوا تبقوا مع بعض، يوصل لكم الماتيريال وابقى مطمنه انها مع كل حد فيكم. كمان احنا هنتفق قدر الامكان ان يبقى سواء على الكلاس روم ما بيننا كوميونيكيشن، او سواء في الفيزيكال ليكتشر يبقى نعمل مثلا جروب يبقى فيه الستودنت ونقدر نتواصل فيه من خلاله، لو في اي حاجه اساينمنت مطلوبه، اي ماتيريال، يبقى بيننا وبين بعض تواصل. وشكرا، تسلم ايدك. ونفضل طول الوقت ستيب باي ستيب كده على تواصل، بحيث ان لو في اي حاجه عايزه اقولها لكم يبقى ده طريقه سهله، ويبقى في تواصل ما بيننا على طول. اوكي طيب، احنا الكورس بتاعنا ده اسمه دراسات تجاريه بلغه. الكورس ده معناه ايه؟ ان احنا بندرس بعض مبادئ التجاريه والاقتصاديه باللغه الانجليزيه. تمام، ليه بنعمل كده؟ لانه ده بيدينا يعني انتوا كطلبه بيديكوا الابيليبيليتي ان انتوا تطلعوا على المواد اللي انتوا بتدرسوها باللغه العربيه، بيعمل لكم زي كورس كده كونسنتريتد بالانجلش، يديكوا الاكسبريشنز وفوكاب جديده تبقوا عارفينها، بحيث انه كلنا دلوقتي عارفين انه اي مكان او شركه او مصنع، حتى انستيتيوشنز، بنك، بورصه، وات ايفر، اي مكان هتشتغلوا فيه هتبقوا محتاجين فيه الانجليش لانجويج، ويبقوا تبقوا محتاجين فيه ايفن حتى لو دراستكم باللغه العربيه، ان انتوا لما تشوفوا اكسبريشنز، لما تقروا فورم، لما تمسكوا ريسيت، فاتوره، تقروا حتى انستراكشنز، اي وات ايفر، يبقى عندكم اللغه الانجليزيه لازم بيزك وتبقوا عارفين تتعاملوا بيها. الماده دي هتديكوا حصيله لغويه رائعه لانها في التخصص، هتديكوا كمان معلومات وتربطها لكم، مش بس كده، واكسبلانيشنز وتفهموا، يعني مش بس هتبقى حصيله، لا كمان هتفهموا منهجيه الدراسه الاقتصاديه والتجاريه باللغه الانجليزيه، فهتبقى مفيده ليكم بشكل كبير جدا. تمام طيب، نبدا دلوقتي، هنبدا من الاول خالص، نشرح يعني ايه ايكونومكس باللغه الانجليزيه، وهنعمل دايما ما بين الفيزيكال والاونلاين بريدج كده، بحيث ان احنا اللي ما عنده ظروف ما حضرش محاضره اكون براجع معاه في الاونلاين اللي قلناه قبل ما ادخل في جزء جديد، وبرده لما ادخل فيزيكالي ابقى بعمل ريفيجن، منها ان احنا بنعمل ريفيجن طول الوقت، ومنها انه احنا الماده دي اكيوميليتد، يعني بتتبني على بعض تراكميه كده، فاي حد هيفوته حاجه هيبقى عنده مشكله جامده جدا في ان هو يكمل. فانا هحاول ان احنا يبقى دايما في بريدج ما بين الاونلاين وما بين الفيزيكال، بحيث ان انتوا تقدروا تستفيدوا ومحدش يبقى فات عليه حاجه خالص يعني. ده بالنسبه للبلان بتاعنا ان شاء الله. طيب احنا هنبدا ازاي دلوقتي؟ هنبدا من الكتاب. اول حاجه الانترودكشن اللي هي بيقول لي احنا هندرس ايه وهندرسه ازاي. الكتاب اسمه زي ما قلت لكم Principles of Economics، وبيبدا بانترودكشن، وبعدين بيشرح بعد كده الديماند،
الإلاستيسيتي اوف ديماند، وبعدين الديماند السبلاي والبرايس فيكسينج، بعدين الايكونوميك رينت. الإلاستيسيتي اوف ديماند باي ذا واي جواها الإلاستيسيتي اوف سبلاي، يعني في نفس الشابتر ده هندرس الإلاستيسيتي اوف سبلاي، وبعد الايكونوميك رينت هندرس الناشونال ايكونومي، الناشونال انكم والناشونال ايكونومي والايكونوميك جروث، البيزنس سايكل، مونيتري بوليسي، الماني اند ذا ايكونومي، والان امبلويمنت والايكونومي، والماكرو ايكونوميك ثيوريز. ممكن مش هنكون يعني اكوردنج لوقتنا ممكن مش هنكون كفرنا كل التوبكس دي، هنحدد في سيلكتد توبكس احنا وي هاف تو بي كفرد في الكورس ده، يعني ان احنا ما ينفعش ان احنا في حاجات لازم ناخدها لانه في كورس كونتنت برضو ان شاء الله هخليهم نعمل لكم ابلود للكورس سبيسيفيكيشنز بتاعت الكورس وكورس اوت لاين، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين ايه الكورس كونتنت بتاعنا من دي 1 والمابنج والبلان بتاعنا اللي احنا هندرس ليه الكورس اكوردنج لايه، فتبقوا عارفين احنا ماشيين معانا الكتاب صحيح بس البلان بتاعتنا ماشيه ازاي والكورس كونتنت بتاعنا ماشي ازاي. تمام، الكتاب الانجليش بتاعه واضح جدا، يعني حتى لو حد الانجليش بتاعه مش قوي فهو مستخدم لغه واضحه، كلمات مش كومبليكيتد عشان نسهل الدنيا وتبقى لطيفه. كمان الاكسبريشنز مش معقده، يعني هو فعلا متباسط في ان هو يوضح الاكسبريشنز دي بشكل بسيط، الديفينيشنز واضحه وبسيطه، فان شاء الله مش هيبقى عندنا اي مشكله في ده. طول الوقت واحنا بنذاكر طبعا احنا الدنيا بقت لطيفة ان على جوجل ممكن جوجل ترانسليت لو في اي جملة او كلمة مش فاهمينها، بس طول الوقت سواء حد حاضر معايا اونلاين او سواء انتوا حاضرين معايا فيزيكال وانا بشرح، لو في مثلا قلت اكسبريشنز او عملت ديفينيشنز او اكسبلانيشنز بالانجلش وفي حد حس انه محتاج يسأل، ارجوكوا توقفوني وتقولوا لي يا دكتور الكلمه دي احنا مش فاهمينها، الاكسبريشنز ده احنا مش قادرين نفهموه، الديفينيشن ده حضرتك قلتي بالانجلش وما ترجمتيهوش مثلا، فخلونا ماشيين كده مع بعض ستيب باي ستيب لان ده هيفيدنا جدا. تمام، وهيوفر عليك وقت كمان. طيب دي الرولز بتاعتنا، اتمنى هي دي اول محاضره بيني وبينكم، للاسف ما فيهاش اتندنس للستودنت، هي الحمد لله ان هي ريكورد تقدروا تسمعوها بعد كده، بس اتمنى انه حتى الاونلاين ليكتشر يبقى فيها اتندنس ويبقى فيها حضور للستودنت، لانه اتس فيري امبورتنت ان يبقى فيه كوميونيكيشن ما بيننا وانتر اكشن، علشان وانا بشرح حد عايز يسال، حد عايز يستفيد، حد عايزني اعيد جزء، لانه لو انا بريكورد بشرح دلوقتي وبريكورد فانا هشرح without stopping، يعني انا طالما ان مفيش حد هيسالني فانا هستكمل شرح، لكن لما بيكون انتوا موجودين وفي حد حاجه مش واضحه، جزء محتاج مور اكسبلانيشن، محتاجين ان انا اعيد عليه شرح تاني، محتاج توضيح، محتاج يتشرح بطريقه مختلفه، محتاج يتشرح مره تانية، فلو انا لوحدي مش هيبقى فيه الانتر اكشن ده، وده مش هيبقى مفيد خالص، لانه اكتشولي ساعات وانا بشرح بيبقى فيه حاجات فعلا انتوا بتبقوا محتاجين تستوقفوني وتسالوا فيها تاني، فده مش هيبقى في صالحكم خالص. فاحنا ارجوكوا نتابع مع بعض، ارجوكوا نسال، ارجوكوا يعني ناخد بالنا من النقطه دي لانها مهمه جدا. اوكي، اتمنى وانا هقول الكلام ده برضو لما اقابلكم ان شاء الله النهارده فيزيكالي، بس اتمنى انه يبقى الحضور افضل وان انتوا تبقوا معايا ستيب باي ستيب. اوكي، طيب ده بالنسبه لحضور الاونلاين وحضور الفيزيكال. باي ذا واي انا مش عايزه ابدا يبقى في نسبه غياب او غياب كتير عشان تقدروا تستفيدوا. طيب حضور المحاضره برضو خلينا نقول انه احنا برضو عشان الناس اللي انا لسه ما شفتهمش،
اتمنى انه برضو يبقى الحضور في وقت المحاضرة. احنا هنبدأ 12:30 ماكسيمم، انا هبدأ اشرح 12:30 و5، فما يبقاش في تأخير عن كده. هو اوريدي محاضرة الصبح انا ممكن اسيب فيها سبيس شوية للتأخير، لانه الناس جاية من بعيد والمحاضرة بتبدأ 8 الصبح، دي مادة تانية يعني مش انتوا، بس مادة 12:30 اوريدي انتوا موجودين في الجامعة اوريدي. كمان ميعاد متأخر لو حتى جاي من البيت، فيبقى ما فيش اي داعي ان احنا نتأخر خالص. فانا شاربلي هبدأ 12:30، 12:30 و5 بالكتير هبقى بشرح فعليا. فاتمنى انه ما يكونش في تأخير، وانه لو لحد قد لا قدر الله اتأخر لسبب طارئ وظرف قهري يدخل بهدوء ويقفل الباب بهدوء ويقعد مكانه من غير اي كلام او اكسكيوزز او جاستيفيكيشن انا اتأخرت ليه، عشان انا هبقى بشرح وما يقطعش المحاضرة وما يقطعش الكلام، فيبقى ما بنضيعش وقتنا وما بنشتتش بقية زمايلنا. دي الرولز بتاعت حضور المحاضرة الاونلاين. طبعا انتوا عندكم الافيلابيليتي ان انتوا تدخلوا الاونلاين لو حد برضو فتح او عنده مشكلة في النيتورك او عنده مشكلة في النت او وات ايفر، فهيفتح الاونلاين واحنا بنشرح برضو يدخل ما يتكلمش يقفل ميوت ويدخل الاونلاين يتابع معانا، ولو عنده اسئلة زي ما قلت لكم يا اما يرفع ايده يا اما في اللي هي الهاند دي اللي في الاونلاين، او يا اما حتى يقول يا دكتور انا عايز اسال سؤال وانا هدي له السبيس ان هو يسال واسمعه وارد عليه. وطبعا هو مش بس هو اللي هيستفيد، لان هو لما يسال سؤال او يستوضح نقطه او يطلب ري اكسبلانيشن لبوينت معينه، فالكل انا هشرح للكل، فالكل هيستفيد، وده هيبقى افضل من انه احنا نسكت خالص. تمام، ده بالنسبه ل الرولز بتاعتنا عموما، يعني سواء في حضور اونلاين او فيزيكالي. بالنسبه للغياب في الفيزيكالي، انتوا عارفين انه في اتندنس شيت بناخدها من الامن بتتحط في المدرج تكتبوا اسماءكم. في الاونلاين اكيد الاونلاين انتوا عارفين بيبقى اوتوماتيكلي، فالحضور بيبقى ريكوردد ومسجل هنا في الاي تي، فالشيت موجوده. بس اكشولي انا مش هحاسب على الاتندنس درجات قد ما يهمني فيها بس انه اللي انتوا تستفيدوا. لكن هم عندي البارتيسيبيشن بقى، المشاركه، مش ان احنا بس مجرد ان احنا نحضر. فاللي انا هقوله لو في اساينمنت، كلاس اساينمنت، في بارتيسيبيشنز، في اسئله، وغالبا لما بيكون في كلاس اساينمنت او كويز او اي ايفالويشن او بروجكت او ريسيرش طالباه او اساينمنت، هيبقى برضو announced على سواء هنا في الاونلاين، يعني هقول في الاونلاين انا طالبة ايه، او هعلن عن طريق الكلاس روم، او خليني ما اقولش، او خليني اقول وي، يعني هحاول اعمل كل ده مع بعض، او كمان او وي كمان لما نعمل جروب الواتساب هكتب عليه انه مثلا next lecture عندنا evaluation assignment هنعمله مثلا في اول 10 دقائق من الليكتشر او اخر 10 دقائق من الليكتشر، اكوردنج بقى ليه تنظيمنا في المحاضرة هيكون ازاي. تمام، فالاتندنس بالنسبة لي اهميتها تكمن في المشاركة في الكلاس، مش انا مش بحط على الاتندنس درجات، لان حضورك اكتشولي هو واجب واجباري، يعني المفروض حضورك ده ما بنتكلمش فيه، يعني مش عشان انت جيت انا هديك درجات، المفروض انك تيجي، ده مهم عشان انت تستفيد وما تضيعش وقتك. ده بالنسبه للرولز بتاعتنا في الحضور والتقييمات. يعني انتوا عارفين ان احنا كان في دكتور احمد سليمان بدا المفروض معاكم، ده تالت اسبوع المفروض عندنا في المحاضرات في الترم، في محاضرتين فاتونا كانوا مع دكتور احمد سليمان، معرفش هو بدأ معاكم في ايه بالظبط، بس خليني عشان ابقى مطمئنة، لانه كمان الجروب التاني اللي انا بديه قالوا لي انه يستحسن حضرتك تبدأي من الاول، علشان اعتقد هو حضر مرة واحدة بس، فا اوريدي في محاضرة ما جهاش، والمحاضرة الاولانية دي غالبا بتبقى انترو وما يعني ادى فيها الموضوع جنرالي، فما دخلش في حاجة اندبث يعني بشكل تفصيلي، فخليني اعتبر ان انتوا ما خدتوش حاجه خالص، واحاول اتعامل معاكم. ما
من الأول، يعني نحاول نبدأ من الأول بشكل تفصيلي يعني. أوكي، ده يعني اللي احنا الطريقة اللي هنشتغل بيها. كان دكتور احمد قال لي ان هو اداكو بشكل عام، اتكلم عن الطلب والعرض والاكوليبريم بيحصل ازاي وكده، بس ما دخلش في تفاصيل كثيرة في الديماند والسبلاي والاكوليبريم، فانا هعيده تاني من الاول. وكويس ان انتوا عندكم باك جراوند منه، بحيث انه نكمل يعني، او يبقى يعتبر ريفيجن يعني، تبقوا انتوا برضو في باك جراوند كده وفي ريفيجن عن الموضوع. احنا بقى النهاردة ان شاء الله زي ما قلت لكم كده، هنبدأ من فروم سكراتش من الاول خالص. هنبدأ يعني ايه ايكونومي. قبل ما ابدأ في المنهج وادخل في الانترودكشن والديفينيشنز بتاعت الايكونوميك بروبلم والاكسبلانيشنز بتاعتها والليميتد ريسورسز والانليميتد نيدز والجاب بتوين ذم والساتسفيكيشنز اللي الهيومن بينج بيبقوا محتاجينها والافشنسي في انه هاو تو ساتسفاي الانليميتد نيدز فروم ليميتد ريسورسز. قبل ما ادخل في الستوري دي، انا حابه ان انا اعمل انترو كده او يعني فرش بيزك كده بيزمنت للموضوع، بان انا اقول لكم الستوري بدات ازاي بقصه كده فاني، ايه اللي حصل منذ بدء الخليقه علشان يبدا الاقتصاد يستل في الحياه. تمام، طيب ايه اللي حصل؟ الاقتصاد ده بدا منين؟ الاقتصاد ده بدا، الستوري بتاعت الايكونومكس دي بدات منين؟ الستوري بتاعت الايكونومكس دي بدات ازاي؟ انه كان في اول الحياه اعداد البشر قليله، يعني انتوا عارفين انه الحياه بدات ب ادم وحواء، سيدنا ادم وستنا حواء، وبدات الاعداد تزيد جراديولي، والاعداد البشر كانت قليله جدا، عايشين على بيس اوف لاند، عندهم ريسورسز محدوده بس انف لانه عددهم قليله. فكان الحياه في الوقت ده هي عباره عن اوبن بوفيه. يعني ايه؟ يعني الريسورسز كلها فور فري، مفيش اسعار، مفيش تقييم، مفيش ايفالويشنز، مفيش يو دونت هاف تو باي عشان تو جيت اني ريسورس فروم ذيس ريسورسز، فانت عندك الحاجات كلها فور فري. وبالتالي كانت الناس بتصطاد، بتاكل، بتشرب without prices without evaluations without paying، فكانت الدنيا ما فيهاش problem يعني حقيقي. وعشان انتوا عارفين ان الحاجة ام الاختراع، لما بدأ يظهر على السطح انه في مشكلة، انه الناس بدأت يحصل لها increasing. ليه؟ because of increasing of population، يعني الزيادة السكانية، عدد الناس زاد gradually من stage لstage، وبدأ ده يضغط على الموارد limited resources اللي موجودة لأن الناس كترت. فبدأ يسود قانون الغابة اللي هو الانيمالز رول، اللي هو ايه؟ اللي هو ان القوي بدنيا ياكل ويسيب النيفة بقى وبقية الاكل للأضعف، والدنيا تمشي بالطريقة دي، انه مفيش ادمية في التعامل مع الموارد دي. فما كانش العالم ينفع يستمر بالشكل ده، لانه كمان البشر مش زي الحيوانات، ليهم وضع مختلف، واستحالة كانت الحياة تقدر تستمر. فكان في مشكلة كبيرة جدا ان الناس تعيش بالطريقة دي. فبدأ نفكر انه لازم يبقى في solving للبروبلم دي. هقول لكم كمان another example عشان جات منين solutions للبروبلم دي. انه لو احنا قلنا انه احنا عندنا دلوقتي حفلة graduation مثلا، سيرموني هنا معمول في الجامعة، والجامعة قالت انه يا جماعة انتوا كلكم invited للبارتي ده، وفي open buffet. فالجامعة كانت عاملة open buffet ده ل 1000 person، يعني 1000 شخص،
وانتوا كان عددكم all in all 500 بس. فلما ال 500 دول حضروا الحفلة والبوفيه اتفتح actually، مع انه الموارد اللي كانت في البوفيه دي كانت تكفي 1000 شخص، الا انها within 10 or 15 minutes كانت نفذت. يعني ال 500 فرد دول اكلوا اكل 1000 فرد، واكل مرمي، وبواقي على الترابيزات اترمت في الزباله، وتم استخدام الاكل ده بعدم رشاده بحيث انه نفذ. ليه؟ لانه البوفيه ده كان فور فري. لو عملنا ذا سيم سيرموني بس واحنا بنعمل لكم الانفيتيشن، قلت لكم طيب احنا عاملين سيرموني وانتوا جيتوا برضو ال 500 وقلت لكم بس يا اولاد والله لا احنا مش عاملين، احنا مش عاملين اوبن بوفيه، احنا عاملين اوردرز. يعني ايه؟ يعني كل واحد فيكو هيعمل اوردر يطلب الطبق بتاعه، وكل واحد فيكو يو هاف تو باي فور ذيس ديش، يعني انتوا كل واحد فيكو لازم يدفع للطبق بتاعه، يعني يطلب الاوردر ويباي ماني للاوردر ده. فده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا عملنا برايسنج، تسعير. اللي حصل انه الناس نفس ال 500 دول دفعوا مبلغ قليل جدا، او سوري استعملوا كم قليل جدا من الاكل ودفعوا فلوسها. يعني جيس المنظم للحفلة ده قال يا جماعة انتوا متخيلين انه نفس الحفلة دي اللي انتوا عملتوها السنة اللي فاتت كنتوا عاملين بوفيه 1000 فرد لم يكفي 500 فرد، وانه ال 500 بتوع السنة دي اكتشولي كالوا اكل لا يكفي ل 300 فرد، يعني عشان كل واحد بيطلب وبيدفع فطلبوا اوردر وبيدفعوا ثمنها فطلبوا اكل اقل بكتير من اللي كان في البوفيه. فده معناه ايه؟ معناه ان انت لما بيكون في تسعير برايسنج للريسورسز ده بيعمل بروتكشن، حماية للموارد، وبيخلي الناس تستعملها برشادة اقتصادية، مما نتج عنه انه ان انت بتحافظ على الموارد دي. فكانت دي السوليوشن اللي دخل يحل بيه الاقتصاد المشكلة الاقتصادية. يبقى انا وصلت لهنا ان انا عندي ايه؟ جاب بتوين الليميتد ريسورسز والان ليميتد نيدز، عندي فجوه ما بين الموارد المحدوده والحاجات المتعدده. الحاجات المحدوده اللي هي الليميتد ريسورسز دي اللي هي الموارد اللي على وجه الكره الارضيه، والان ليميتد نيدز دي اللي هي حاجات البشر. فالاقتصاد جي قال عشان اعمل البيست فولفيل اللي هو التوظيف الامثل والاستعمال الامثل للموارد دي، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ايفالويشن للريسورسز دي، تقييم، واحط لكل تايب اوف ريسورسز برايس، تسعير، علشان اقدر ابروتكت الاستعمال اللي هو بغير رشادة اقتصادية او بسفه او بعدم رشادة او باستعمال مبالغ فيه، والموارد تنتهي ولا تشبع حاجاتنا المتعددة. طب نعمل ازاي بقى الايفالويشن دي؟ نعمل ازاي الايفالويشن دي؟ جه الاقتصاد قال انا عايز اعمل حاجه اسمها تصنيف للموارد، classification of economic resources. ليه؟ قال لي انت قلت لنا فهمتينا المشكله الاقتصاديه نشات منين، وفهمتينا الاقتصاد بيفكر ازاي عشان يحلها، وقلت لنا ان انت عندك جاب بين الليميتد ريسورسز والانليميتد نيدز، وقلت لنا عشان احل الجاب دي انا لازم اعمل تقييم للموارد ولازم اعملها تسعير. طيب انا ازاي اقيم الموارد دي؟ يعني ليه اقول ان الموبايل اغلى من القلم مثلا؟ يعني الموبايل ديفايس ده يبقى مور اكسبنسيف ذان البن او البنسل او التشير؟ ليه في ديفرنسز بين الايفالويشنز ما بين البرودكت وبعضها
وما بين الريسورسز وبعضها، اكوردنج لايه، طبقا لايه انا بعمل الاختلاف او التصنيف ده موجود. فقال لي والله اكوردنج لي ايه، انه في تقييم. طب انت بتقيم على اساس ايه؟ قال لي والله التقييم ده علم كبير، في اساسا كورس او ساينس اسمه الايكونوميك ريسورسز، شغلته انه يحصي الموارد الاقتصادية على مستوى العالم ويعملها كلاسيفيكيشنز. يعني ايه كلاسيفيكيشنز؟ يعني تصنيف، يصنفها according لديفرنت كرايتيريا، طبقا لمعايير محددة علشان اقدر اقيم الريسورسز. فمثلا فور اكزامبل، هو ده مش موضوعنا الايكونوميك ريسورسز، بس انا عشان افهمكم عملنا ازاي الايفالويشن. فمثلا على سبيل المثال ان انا اقول انه في ريسورسز منتشرة واسعة الانتشار، يعني ايه؟ يعني الريسورسز دي ما فيهاش ندرة، مش سكارسيتي، ما فيهاش سكارسيتي، او ريسورسز رينيوبل. يعني ايه رينيوبل؟ يعني متجددة زي الشمس، الهواء، المية. فمدام هي رينيوبل فهي بتبقى رخيصة او فور فري. لكن لما تبقى نون رينيوبل زي البترول مثلا والاويل والفيول اللي هو البنزين، فده معناه ان انا لازم احط لها سعر واغليها جدا. ليه؟ لانها نون رينيوبل بتخلص، فانا هحافظ عليه. فكل ما السلعه دي يبقى ليها فيتشرز معينه، انها غير متجدده او نادره، متواجده في اماكن محدوده، مثلا فور اكزامبل الماس اللي هو الدايموند اللي موجود في جنوب افريقيا، هو موجود في مكان محدد جدا، والمكان دوت فيه كونسنتريشنز، مركز في مكان، وبالتالي مش منتشر في العالم، والمخزون اللي موجود منه قليل. فعشان كده انا ببيع الماس او الدايموند ده ايه، بالفتفوته، بقول انا جايبه خاتم ايرات وببيع، والخاتم ده 60 سنتيم. ليه سنتيم؟ ده الفتفوته بتاعت الماس. ليه غالي كده؟ ليه الجولد او الذهب غالي؟ لانه مش منتشر، محدود الانتشار في العالم، في اماكن قليله جدا. لما بنكتشف منجم ذهب بنقول يا خبر، ده احنا عندنا ذهب، عندنا منجم ذهب في الحته الفلانيه. يبقى اذا ده معناه انه انت في كلاسيفيكيشنز او تصنيف العلماء حطوه علشان يقدروا يعملوا ايفالويشنز للديفرنت ريسورسز دي، حطوا لها تقييم، والتقييم ده يحطه على اساسه التسعير. طيب عندي اراوند 13 كلاسيفيكيشنز للايكونوميك ريسورسز، حطوهم ساينتستس على مستوى العالم واتفقوا على انه كل واحد فيهم ليه فيتشرز مختلفه. احنا هنختار ذا فيمس او the most important classifications على مستوى العالم، اللي هو الاكثر الكومن والاكثر شهرة، اللي هو بنقول عليه الناتشر classification، اللي هو ايه؟ اللي هو بيصنف الموارد الطبيعية على المستوى الطبيعي. يعني بيقول ان انا عندي تصنيف للموارد، اما انها natural resources موارد طبيعية، او capital resources موارد رأسمالية، او human resources موارد بشرية. اوكي، وعلى مستوى التصنيف ده بعمل evaluation لكل type of these resources، و according للtypes دي بحط البرايسنج بتاعها according للevaluation. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده اتفقنا على ان احنا عندنا التصنيف ده، والتصنيف ده اللي بيخلينا نقدر نعمل التقييم اللي احنا قلنا عليه. اوكي، الخطوة بقى اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي، انه احنا حطينا التقييم وحطينا السعر، فعايزين نقول اكزامبل لكل تصنيف من التصنيفات دي. فمثلا الهيومة اللي خلينا نقول الناتشورال ريسورس، ناتشورال ريسورس اللي هي ايه؟ موارد الطبيعية، اللي هي ايه؟ gift from الله. يعني ايه؟ هبة، هبة من ربنا. اتولدنا لقينا على وجه الكرة الارضية ارض ومية وهواء، بحار، محيطات، sea rivers land،
اير سانلايت، كل دي اسمها ايه؟ ناتشورال ريسورسز. تمام. كابيتال ريسورسز اللي هو ايه؟ الماشينز والتولز والمانيفاكتشرنج. بس احنا دايما لما نيجي نعمل انفستمنت معين اقول لك انت معاك كابيتال قد ايه تبدا المشروع، يبقى الفيمس اكزامبل للكابيتال ريسورسز ويتش از ايه، اللي هو ايه؟ الماني، النقود. طيب النقود دي او الماني ده، دي ريسورس. ازاي بقى يا دكتور؟ ده احنا بنعمل الايفالويشن بالماني. بس هو الماني برودكت، لايك اني برودكت عليه ديماند وسبلاي، وبالتالي عليه طلب وعرض، وبالتالي بيتعمل له ديترمينيشن للبرايسز. تمام. طيب بيتعمل له ديترمينيشن للبرايسز ازاي بقى؟ هل يعني العمله الكرنسي، مش انتوا دلوقتي بتسمعوا الفلوتنج اللي هو التعويم، وان الكرنسي جنيه قيمته بتنزل والجنيه قيمته بتعلى والدولار عليه طلب والدولار بقى بالشيء الفلاني، ليه؟ ايه اللي بيخلي الطلب يزيد على الدولار؟ قال لي لانه امريكا اكشولي هي بتصدر للعالم كله الديفرنت برودكت اند سيرفيس، وبالتالي احنا كلنا محتاجين للدولار عشان نشتري منها. فيبقى ده معناه انه احنا عندنا ايه؟ ده معناه ان احنا عندنا احتياج للدولار، في طلب على الدولار. تمام. ومعنى ان يكون في طلب على الدولار او ديماند على الكرنسي، على الكرنسي اوف دولار، انه ده بي بي ايه بي انكريز الفاليو اوف ذيس كرنسي، وبالتالي قيمه الدولار بتزيد. ولان احنا مش دوله منتجه ومصدره، فالكرنسي بتاعتنا ما عليهاش طلب، لانها اتسيلف ما فيش، محدش بيطلب الجنيه علشان محتاج مننا سلع وخدمات. بس هو قال لي ان سعر الماني في الماركت بيحصل له ديترمينيشن اكوردنج لايه؟ قال لي اكوردنج لي انه بنقول انه سعر الكاش في البانكينج سيستم هو الانترست ريت. بمعنى ان انا لو قلت لك انت معاك مليون جنيه او 100,000 جنيه، ال 100,000 جنيه دول تمنهم كام في السوق؟ هتقول لي انا لو دخلت بيهم مشروع، اقول لك ايوه، لو ما دخلتش سعرهم ايه ككاش ماني؟ سعرهم ككاش ماني هو الانترست ريت. يعني انا لو حطيتهم ككاش ماني في البنك هيطلعوا لي ايه؟ انترست ريت، هيطلعوا لي فايده، فايده ييرلي انترست ريت مثلا 14%. يبقى ال 14% دول هم سعر او البرايس بتاع الكاش ماني. لو بقى دخلت بيهم انفستمنت هيطلعوا لك بروفيت، لو اشتريت بيهم عربيه، لو عملت وات ايفر بقى، هم ليهم يعني يوزز ثانيه. بس انا عايزه اعرف سعر الماني از ماني از كاش ماني هو سعره الانترست ريت. طب ده بالنسبه للانترست ريت او للماني. بالنسبه بقى للهيومن ريسورس، قال لي الهيومن ريسورسز دي سعرها في السوق هي ايه؟ قال لي سعر الهيومن ريسورسز في السوق هو قيمتهم. يعني ايه يعني؟ يعني احنا كبني ادمين لينا سعر. طبعا انت كبني ادم في السوق ليبر، عامل، والعامل ده عليه طلب وعليه عرض. يعني عدد العمال اللي في السوق كام وعليهم طلب ولا لا؟ تمام. المعروض منك كام في السوق وعليك طلب ولا لا؟ بمعنى ان كل واحد فينا، مهندسين، دكاتره، صناع، عمال، مهندسين كمبيوتر، مدرسين، اطباء، وات ايفر، ده العرض اللي في السوق من العماله المختلفه. طب عليكم طلب بقى قد ايه؟ يعني هل السوق محتاج اطباء قد ايه؟ محتاج مهندسين قد ايه؟ محتاج عمال قد ايه؟ محتاج محاسبين قد ايه؟ محتاج محامين قد ايه؟ ده الطلب اللي في السوق. وبالتالي انت بتقعد تشتغل على نفسك من دي 1، من ساعة ما ندخل المدرسة، من ساعة ما نتولد اكتشولي، وناخد التطعيمات عشان نحافظ على صحتنا، وندخل مدارس كويسة، وندخل جامعات كويسة، ونتعلم ونتشتغل على نفسنا، وناخد شهادات، ونزود السكيلز والكواليفيكيشنز بتاعتنا. احنا اكتشولي بنشتغل على تمننا في السوق، بنعلي تمننا في السوق. وبالتالي تمنك في السوق اللي عليه ديماند وسبلاي، ده اللي عليه ديماند وسبلاي، ده بيحدد سعرك في السوق. اللي هو انت لما بتقعد انت في انترفيو في شركه قدام الاتش ار،
بيعمل لك ايفالويشن اكوردنج للكواليفيكيشنز والسكيلز بتاعتك، وبعدين يقول لك والله انت تساوي تاخد مرتب 5000 3000 10000، بنقول عليه مرتب لو بيتاخد مانثلي بيمنت، واجر لو بيتاخد ديلي او ويكلي بيمنت. يعني بنسميه اجر اللي هو ويجز لو بيتاخد بير دي او بير ويك، وبنسميه سالري او راتب لو بيتاخد بير مانس كل شهر. فده بيتحدد، بيحصل له ديترمينيشن عن طريق ايه؟ بيحصل له ديترمينيشن عن طريق انه المقابلة او الكواليفيكيشنز والسكيلز. حتى صحتك تعمل كشف طبي عشان يشوفوا والله انت صحتك شكلها ايه، لانه مش هياخد واحد مريض يشغله، فهو لازم يشوف صحتك، صحتك قوية، صحتك تقدر تشتغل، لو شغل يدوي، لو حتى شغل مكتبي، ما عندكش فيروس، ما عندكش امراض معدية، ما عندكش مرض يعيقك عن العمل، ما عندكش حتى مرض يعني منتل، دماغك شغالة كويس، قدراتك العقلية والذهنية والجسمانية قوية، فانت بتقيم بشكل عام عشان يتعمل لك ايفالويشن ويتحط لك سعر. دي الانترودكشن والستوري اللي كان مهم قوي ان انا احكي لكم عنها عشان تبقوا فاهمين يعني ايه ايكونومكس، يعني ايه ايكونوميك بروبلم، والايكونوميك ساينس ظهر ليه، وعشان يسولف الايكونوميك بروبلم اللي هي الجاب بتوين الليميتد ريسورسز والانليميتد نيدز. عرفنا الليميتد ريسورسز الكلاسيفيكيشنز بتاعتها ايه، اللي هي ناتشرال كلاسيفيكيشن اللي هو بيكلاسيفاي ريسورسز تو ناتشرال ريسورس، كابيتال ريسورس، اند هيومن ريسورس، ثلاثه كلاسيفيكيشن. every one of them بنعمل له evaluation like we explained before and determine the prices for every resources of this resource. then عرفنا ان احنا عندنا unlimited needs which is unlimited needs دي هي الحاجات البشرية اللي هي بتحصل according to increasing population، زيادة سكانية، لانه احنا زيادتنا actually بتعمل increasing في needs، وكمان انه البني ادمين النيدز بتاعتهم عمرها ما بتتوقف، يعني there is no enough عند ال human beings، دول الوقت عندنا needs والneeds دي بيحصل لها increasing. actually انت بتاكل 3 مرات per day ومحتاج كل يوم طلبات، ومحتاج بيت تكبره، ومحتاج بعد كده تجيب لولادك بيوت، ومحتاج عربية عايز تبيعها، طول الوقت unlimited needs بتزيد بلس زيادة عدد الناس. فدي الايكونوميك بروبلم، وده الكلاسيفيكيشنز بتاع الليميتد ريسورسز والانليميتد نيدز. طيب خلونا نبدا كده نبص معانا في الكتاب برضو، هقول لكم يعني من عشان يبقى حتى ماشيين، انتوا عارفين ماشيين ازاي من الكتاب والماتيريال. طبعا انا زي ما بقول لكم هتبقى موجود عندكم ابلودد، هفتح كده وهبدا معاكم من الانترودكشن بقى. انا كنت بديكم زي ستوري كده جنرالي نفهم منها الموضوع، فهبدا دلوقتي من بيج 1، هنمشي ستيب باي ستيب نشوف ايه اللي احنا خدناه واحنا وصلنا لفين، وبيجز ايه، والاكسبريشنز والديفينيشنز المطلوبه. همشي معاكم ستيب باي ستيب. تمام. طيب just a minute. خلينا احنا هنبدا نشتغل من الكتاب من اول شابتر 1 اللي هو فيه عايز يشرح لكم يعني ايه ايكونومكس. في الاول زي ما قلنا كده لازم في الاول خالص نعرف الديفينيشن بتاع الايكونومكس. فبيقول لي ايكونومكس از ا سوشيال ساينس، علم اجتماعي من العلوم الاجتماعيه. ليه سوشيال ساينس يا اولاد؟ لانه ريليتد للهيومن بينج، يعني هو علم ليه علاقه بالبشر. مادام ليه علاقة بالبشر يبقى هو social science. just a minute يا ولاد، لحظة واحدة.
تمام. معلش بعتذر. طيب يبقى قلنا هو سوشيال ساينس، يعني ساينس ليه علاقة، بدم ليه علاقة بالبشر والاتيتيودز بتاعة البشر واتجاهاتهم وردود أفعالهم، وليه علاقة بالناس، يبقى هو سوشيال ساينس that addresses the allocation of scarce أو limited resources. يعني هو اللي عليه تعيين ال scarce أو limited resources، الموارد المحدودة. scarce يعني نادر، limited يعني محدود، resources with an economy in order to best fulfill the unlimited number of needs. يعني ايه best fulfill؟ يعني التوظيف الأمثل. يعني هو بيتعامل مع ال scarce أو limited resources دي within an economy، اللي موجودة في الاقتصاد بتاع الدولة دي أو العالم، in order to، لكي يعمل ايه بقى؟ ال best fulfill، التوظيف الأمثل، علشان ايه؟ the unlimited number of needs، الحاجات الغير محدودة. needs يعني حاجات، unlimited غير محدودة، ما هو limited يعني محدود، unlimited غير محدودة، unlimited number of needs الحاجات الغير محدودة، and desires، desires دي اللي هي الرغبات، of the individuals للأفراد in the economy في الاقتصاد. تمام. تعالوا تاني نقولها، يبقى الeconomic is a social science that addresses the allocation of scarce أو limited resources within an economy in order to best fulfill the unlimited number of needs and the desires of the individuals in the economy. تمام. طب ده تعريف الاقتصاد. يبقى هنا الايكونومكس بقى بيزد اوف ايه؟ قال لي بيزد على فاكت. الفاكت دي ايه؟ قال لي نمبر 1 ان الهيومن ناتشر هاز انليميتد ديزايرز. يعني قال لي التعريف ده مبني على تو فاكتس، او فاكت يعني اساس او واقع، يعني حقيقه. تمام. في حقيقتين اتبنى عليهم الديفينيشن دي. نمبر 1 انه بطبيعه البني ادمين الهيومن ناتشر هاز انليميتد ديزاير، عنده رغبات غير محدوده، يعني ملهاش ليميت، ملهاش نهايه. اند نمبر 2 بقى الفاكت نمبر 2 انه ذير از سكاريسيتي اوف ريسورسز، وعندنا الموارد محدوده. ذا سكاريسيتي اوف ريسورسز افيلبل تو يوز تو ساتسفاي ذوز ديزاير. يبقى عندنا موارد محدودة عشان نقدر نساتسفاي الرغبات دي. Both individuals and the economy as a whole face economic problem. كل من الانديفيدوال ده، individuals والeconomy as a whole، الاتنين مع بعض سواء الافراد او الاقتصاد، بيواجهوا المشكلة دي. تمام. The problem that each faced are، ايه بقى المشكلة؟ يعني انت قلت لي ان انت عندك حقيقتين او two facts، ان عندك limited resources وعندك unlimited needs، موارد محدودة او نادرة، وعندك حاجات غير محدودة وكبيرة جدا. طيب المجتمع بقى، الاقتصاد والناس هيقدروا يواجهوا المشكلة دي ازاي؟ هيعملوا ايه عشان يواجهوها؟ فقال لي ان individuals must decide how they will spend their limited income to maximize their individual satisfaction. يعني الافراد عليهم دور، احنا قلنا الافراد والاقتصاد هيواجهوا ازاي، فقال لي الافراد عليهم دور، الافراد لازم يقرروا ازاي ينفقوا دخلهم المحدود ده علشان يعظموا الاشباع بتاعهم من الموارد المحدودة. ده بالنسبة للانديفيدوالز. طب بالنسبة للإيكونومي، قال لي الإيكونومي deals with the allocation of the fixed أو limited resources that are within the economy in order to achieve the maximum social benefits. يعني الاقتصاد ده لازم يعمل بقى الallocation، إنه هو يشبع أو يعيد توزيع الفيكسد أو limited resources دي علشان تشبع الحاجات المتعددة دي ويأتشيف الماكسيمم سوشيال بنفيتس، يعني يعظم المنفعة الاجتماعية للبشر، يقدر يحقق لهم الإشباع ويعظم المنفعة منهم. تمام. يبقى there are a number of different economic system around the world, capitalistic and socialistic. among ايه بقى؟ قال لي among their needs among others.
خلاص. بس بيقول لي بقى ان الـ economic system must answer the following questions. يعني انت قلت لنا انه الافراد لازم يفكروا ازاي يوزعوا دخلهم على الموارد المحدوده عشان يعملوا اشباع، والاقتصاد لازم يعمل allocation او اعاده توزيع للموارد المحدوده عشان يحقق اشباع للافراد دي والمجتمع ويعظم المنفعه. طيب ده هيحصل؟ قال لي عشان يحصل الاقتصاد عنده دايما ثلاث اسئله لازم يفضل بيجاوب عليهم. ايه هما الثلاث اسئله دول؟ What goods and services should be produced and how much should be produced. يعني لازم المجتمع او الاقتصاد او الحكومه تسال نفسها ايه هي الجودز والسيرفيسز، الجودز او هي البرودكتس اللي هي السلع والخدمات ان المفروض المجتمع ده ينتجها، وهاو ماتش شود بي برودوسد وقد ايه وبكام. تمام. نمبر 2، هاو شود ذيس جودز اند سيرفيسز بي برودوسد. يعني مش بس انت المفروض تنتج ايه وقد ايه، انت كمان ازاي هتنتجه. يعني ايه؟ خليني هقول السؤال التالت واشرحه لكم كلهم مره واحده. اند فور هوم، وهتنتج بقى الحاجات دي لمين؟ فور هوم شود ذيس برودكت اند سيرفيسز بي برودوسد. يبقى الاقتصاد لازم يجاوب على الثلاث اسئله دول في اي مجتمع، اللي هم ايه؟ هتنتج ايه؟ يعني المجتمع اللي انت بتدير الاقتصاد بتاعه ده او انت في الكوميونتي دي انت محتاج تنتج ايه؟ خلاص ده السؤال نمره واحد. السؤال نمره اتنين، هتنتجه؟ يبقى انا هنتج ايه؟ هنتجه ازاي؟ وهنتجه لمين؟ طب هنتج ايه عرفناه؟ انا محتاج في المجتمع ده والله سلع استهلاكية، محتاج سلعة خدمية، محتاج انتج منتجات زراعية، عندي نقص او شورتج في المنتجات الصناعية، عندي وات ايفر. هتقرر والله عندي اثار كتيره فانا محتاج يبقى عندي مناخ سياحي عشان دي من ضمن الخدمات اللي انا ممكن اقدمها واكسب منها كمجتمع او كاقتصاد. يبقى انا لازم احدد انا عندي ميزات ايه في المجتمع وهنتج ايه. اوكي، سواء الانتاج ده خدمي زي السياحه والانتقالات والطيران وغيره، او موبايلات وي او سلعي. طب السؤال التاني، هنتج ازاي؟ يعني ايه هنتج ازاي؟ يعني انت النوع الانتاج اللي انت قررته ده محتاج عمالة، محتاج تكنولوجي، محتاج ماشينز، محتاج ادوات، هتنتجه ازاي؟ يعني اقتصاد الاقتصاد عندك هتبنيه مثلا على اقتصاد مانيوال محتاج عمال اكتر، ولا انت معاك كابيتال ورأس مال انك تعمل هاي تكنولوجي وديجيتال مانيفاكتورينج مثلا وتنتج منتجات بشكل متقدم ومتطور وهاي تكنولوجي، لانك انت تقدر تستورد التكنولوجي دي وتعمل او تكريت التكنولوجي دي جوه بلدك وتعمل امبروفمنت ليها وبالتالي تنتج بشكل اكثر كفاءه واكثر عدد بعدد من العمال اقل لانك عندك ماشينز اكتر. ده بيبقى بيتحدد ايه؟ بيتحدد اكوردنج البلد اللي انت فيها. بلد دي فقيره بس فيها ناس كتير فقراء، عدد كبير من الناس. طب ما انا عندي عدد من الناس، يعني عندي عماله، فلما يكون عندي عماله كتير يعني العماله رخيصه، فانا اعمل مصانع مانيوال ومحتاجه عماله تابزورب او تمتص العماله دي من السوق، وبالتالي ابقى انا عالجت مشكله البطاله وعملت وشغلت الناس وزودت الانكم وحركت الاقتصاد وزودت الانتاج، يعني ضربت 10 عصافير. لكن انا بلد غنية وما عنديش human resources، فيبقى لا stop بقى. انا ممكن اشتغل بهاي تكنولوجي، اعمل مصانع ديجيتال اكتر بيزد على التكنولوجي اكتر، ويبقى عندي العمالة دي skilled اكتر وtrained اكتر بحيث ان هما يقدروا يحققوا او يحققوا انتاج اكتر من غير ايدي عاملة كتير، يتعلموا يبقوا هاي كواليفايد وهاي سكيلد وهاي ايديوكيتد ويقدروا يشغلوا التكنولوجي دي وينتجوا بعماله اقل بكثير. يبقى ده ايه؟ هاو تو برودوس. سؤال نمبر 3، فور هوم يعني ايه؟ يعني انا عندي في الماركت كاتيجوري،
يعني انتوا عارفين لما بتيجوا تشتروا برودكت معين من اي هايبر ماركت بيبقى دايما في سلع رخيصة وسلع غالية، يعني نفس مثلا المصنع اللي بينتج ادوات المنظفات مثلا تلاقيه بينتج مش عارفة اريال واوكسي ومش عارفة ايه، وكل واحد فيهم بسعره، هو نفس المصنع على فكرة بس بينتج مثلا جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 وجريد 3 وكل واحد فيهم بسعر، وكل واحد فيهم بسعر ليه؟ لأنه كل واحد فيهم بيخاطب كاتيجوري معينة من الناس، الريتش بيبل مثلا والليميتد انكم بيبل والبور بيبل، فبينتج لناس معينين عشان كل الناس يكونوا عندهم احتياجاتهم متوفرة، وفي نفس الوقت هو بيخاطب الكاتيجوريز اللي هو محتاجها. يعني انا لما قرر اعمل مثلا اندستري للاير كونديشنز مثلا، فانا بخاطب كاتيجوري معين، اكيد مش الفقراء او الليميتد انكم هيركبوا تكييفات او سنترال اير كونديشنز مثلا في بيوتهم او اير كونديشنز حتى عاديه، هتبقى تو ماتش عليهم. فاذا انت بتختار كمان فور هوم، انت وانت بتعمل الاندستري دي بتخاطب كاتيجوريز من الناس شكلها ايه، ليه؟ لانه ده بيحدد الفيتشرز اللي هتنتج بيها، الكابيتال اللي هتنتج بيه، كواليتي اللي هتنتج بيها. كمان بيبقى انت بتذاكر السوق بتاعك وبتبقى عارف انت عندك الكاتيجوريز دي اكترها ايه. يعني مثلا في مصر هنقدر نقول ان احنا عندنا الكاتيجوري بتاعت البور والليميتد انكم ناس، دول برسنتج اعلى لان احنا دولة فقيرة او ديفلوبينج كانتري، دولة نامية، فعندنا الكاتيجوري بتاعت الناس المحدودة الدخل او اللي هي مش ريتشي قوي اعلى. فلما اجي اعمل مصنع او انتج منتج فاجي انسر الكوتشنز بتاعت فور هوم، ما انا اوريدي انا عارف ان انا عايز كاتيجوري مين اللي انا هنتج له، فالكاتيجوري ده فور هوم. لا انا عندي كاتيجوري للليميتد انكم بيبل او ناس محدودي الدخل او الناس البور بيبل اكتر، فمش مش لوجيك ان انا هبقى هخلي الصناعه او الانتاج عندي قائم على الناس الأغنياء أو المنتجات اللي بتحتاج إنكم عالي أو البرايسنج بتاعها غالي أو مبالغ فيه أو ريتشي يعني. فيبقى ده السؤال نمبر 3. يبقى you have to answer the three questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. تمام؟ أعتقد كده إحنا إيه شرحنا every questions وعرفنا هو عايز منه إيه. بعد كده قال لي احنا كده عرفنا الايكونوميك ديفينيشن. لحظة احنا كده عرفنا الايكونوميك ديفينيشن وعرفنا انه بيديل with two facts، وانه ازاي الانديفيدوال والايكونومي الاثنين بيواجهوا الفاكتس دي، وعرفنا ان الايكونومي لازم يانسر 3 كويشنز بتوع وات هاو اند فور هوم قبل ما يبدا يعمل الانتاج بتاعه في المجتمع او في اي مجتمع اكس او واي. اوكي طيب، قال لي بعد كده في نقطه مهمه جدا لازم تبينون في الشابتر ده، ان احنا عندنا two main branches of economics. يعني لما نيجي to study الايكونومي او principles of economy فاحنا عندنا two main branches of economics بنقول عليهم ايه، المايكرو ايكونومكس والماكرو ايكونومكس. طيب قبل ما نقول الديفينيشنز بتاعت المايكرو والماكرو خلوني برضو احكيها لكم كده بشكل بسيط وسهل. اللي هو ايه كلمة مايكرو من اسمها كده، مايكرو يعني صغنن، ماكرو كبير. تمام، فالمايكرو ايكونومكس ان انا بدرس الايكونومكس على سكيل صغير والماكرو على سكيل كبير، ده بالبلدي كده. طيب ايه الديفرنسز بتوين ذم؟ برضو قال لي علشان نبقى فاهمين الموضوع ده انت الاول لازم تعرف ان اي ساينس بتدرسه في الوجود في اي تخصص، ميديسين، انجينيرينج، بيزنس، لو، وات ايفر،
اي تخصص بندرس two divisions او two classifications من الكورسز، تمام؟ بندرس، بنقسم كده الكورسات لناحيتين. اول حاجة بنبدأ بالكورسز اللي بنسميها theoretical courses او theoretical frame للساينس ده، يعني المواد الاطار النظري للعلم ده، اللي هي الانترودكشن بقى والرولز بتاعته والديفينيشنز والاكسبريشنز والترمينولوجي اللي هي المصطلحات الخاصة بيه. فدي اسمها الكورسات النظرية اللي بتغطي العلم ده. الفرع التاني من اي علم هو التطبيق، applications، الابلايد كورسز، ان احنا بعد ما بنفهم العلم والنظريات والرولز والريجوليشنز دي بنبدأ بقى نطبقها في علوم اسمها علوم تطبيقية. في الاقتصاد انا عندي two definitions دول، اللي هما ايه؟ اللي هما العلوم النظرية والعلوم التطبيقية. موقع اللي احنا بندرسه ده ايه؟ علوم نظرية، اللي هو step one في العلوم النظرية، اللي هو بيديني بقى الانترودكشن، الديفينيشنز، الفيرست اكسبلانيشنز، الترمينولوجي، الرولز والريجوليشنز. طيب يبقى احنا بندرس في القسم الاول هو العلوم النظرية. العلوم النظرية دي فيها كذا كورس، وفي علوم تطبيقية مش بتاعتنا بقى، انتوا مش تخصصكم اقتصاد تخشوا فيها، اللي هو بقى بيدرس لك تطبيق العلوم النظرية دي على الماني اند بانكينج كورس، على في كورس اسمه اندستري ايكونومي، اجريكالتشر ايكونومي، انفايرومنتال ايكونومي. فانا بطبق بقى الاقتصاد في المجالات المختلفة دي، اسمها علوم تطبيقية. احنا مش اهتمامنا بيها قوي، لانه انتوا دراستكو اكتشولي لسه يعني بناخد السب وان بس، لان انتوا مش تخصصكو ده. طيب احنا بقى بندرس في الايه؟ في الاطار النظري. بندرس step one في الاطار النظري اللي هو ايه؟ principles of economics، اللي احنا بناخدها في الدراسات التجارية بلغة برضو، اللي هي ايه؟ قال لي في principles دي احنا بنبدأ ندرس المايكرو والماكرو. خلاص. طب ايه المايكرو والماكرو ده؟ قال لي المايكرو ايكونومي ده اللي هو الاقتصاد على مستوى صغير. يعني ايه على مستوى مايكرو ايكونومكس؟ يعني ايه؟ قال لي يعني خلوني اشرح لكم، اقول لكم مثال الاول بسيط. انا عشان اشرح لكم اي حاجه بتحصل دايما بقول لكم حاجه ايه؟ مثال. هقول لكم قصه صغيره، قصه على مستوى صغير عشان افهمكم القصه. فبقول لكم اكزامبل، الاكزامبل ده يعني انا بصغر لك الحكايه الكبيره في مثال صغير. يعني مثلا عشان افهمك مثلا عشان افهمك مشكله على مستوى العالم، افهمك مشكله على مستوى عائله صغيره، يعني اقول لك بيحصل ايه، او اقول لك في مصر بيحصل ايه عشان تفهم في العالم بيحصل ايه، واقول لك في بيتنا بيحصل ايه. بقول لك موديل صغير علشان افهمك حاجه فيها عوامل كتير. دايما اقول لك انا هشرح لك موديل صغير، فانا لازم ابدا على سكيل صغير، افهمك ستوري صغننه وبعدين احكي لك على مستوى الكبير، تمام كده؟ ففي المستوى في المايكرو ايكونومكس احنا بنشرح على مستوى ايه؟ المايكرو، على مستوى صغير، على مستوى الكونسيومر والبروديوسرز، المستهلك والمنتج، على مستوى انديفيدوالز. لما بنفهم على مستوى صغير نفهم بقى المشكلات على مستوى اكبر بتحصل ازاي. فيبقى احنا بنبدا على مستوى صغير، وبعدين بنبدا نكبر شويه شويه نفهم الموضوع على مستوى الماكرو، على مستوى الكونتري، البلد، على مستوى الورلد، العالم، على مستوى، فاهمين؟ فبنفهم الاول على مستوى اليونتس، الانديفيدوالز، الوحدات الصغيره، المؤسسات، المصانع، البيوت، الافراد. نفهم البيهيفير او التصرفات والتعاملات ما بين الافراد، وبعدين نطبقها على مستوى العالم او على مستوى الدولة على مستوى اكبر، فاهمين؟ فاحنا بنبدأ step by step، تمام؟ طيب فاحنا بقى ده الفرق ما بين المايكرو والماكرو. المايكرو بيدرس على مستوى صغير، individuals، فرد، units، مؤسسة، المشكلات الاقتصادية. لما بنعرف الناس بتتعامل ازاي على مستوى الافراد نفهم المشكلات العالمية والمشكلات الاقليمية والمشكلات في بلدنا الوطنية بتحصل ليه. فيبقى احنا كده
بناخد مايكرو وبعدين بندرس الماكرو ايكونومكس. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف هو بيقول لنا ايه هنا بعد ما فهمنا كده بشكل عام للموضوع. بيقول لي there are two main branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics دي focus on the two smallest function units in an economy, the individual consumer and the firm. يعني بيقول لي الميكرويكونومكس دي بيقول لي focus on the two smallest functional units على مستوى أصغر وحدات وظيفية اللي هم مين؟ الأفراد الـ individual والفيرم المؤسسات الصغيرة أو المصانع أو لكن الماكرو ايكونومكس بيأدرس إيه بقى؟ الـ questions about the economy، يعني بيحل المشكلات على مستوى الاقتصاد as a whole بشكل عام. تمام؟ رجع تاني قال لي الميكرويكونومكس is the focus of this section and macroeconomics is looked at in more detailed in the next section. يعني ايه؟ يعني قال لي انا هنا في الكتاب هركز على الميكرويكونومكس وفي الجزء الثاني اللي احنا مش هندخل فيه بقى in details، احنا هنركز دلوقتي في الكورس بتاعنا على المايكرو اكتر، هندرس بعد كده الماكرويكونومكس. Microeconomics analyzes the operation of the market because the interaction between consumers and the firm. دايما بيشوف التفاعل ما بين المستهلك والمؤسسات. والconsumer are the buyer of the finished goods and to buy these goods they must sell their labor. لازم يبيعوا العمال بتوعهم. تمام؟ ده الفرق ما بين ايه؟ قال لي الفرق ما بين المايكرو والماكرو. هنلاقي في بيج 7 في جدول كده حطاه انا للكمباريزن او الفرق ما بين المايكرو والماكرو. تمام؟ بالديفينيشنز بتاعته في فرق ما بين المايكرو والماكرو. ف ده بيقول لي هنا ان المايكرو ايكونومكس is the branches of economy which deals with individual اهو such as consumers والproducers and how they interact in the market. هو بيتعامل مع الأفراد زي الconsumer والproducer المستهلكين والمنتجين وإزاي بيتفاعلوا مع بعض في الماركت. أما الماكرو إيكونومكس قال لي it is a branch of economy which deal with the performance of an economy as a whole. بيتعامل مع performance بتاعت الاقتصاد كله. And concerned with aggregate problems. Aggregate problems يعني المشاكل الكبيرة الـ huge such as the economic growth النمو الاقتصادي الـ unemployment البطالة and الـ inflation التضخم. تمام؟ ده بالنسبة للـ differences between the micro and macro economics. Okay؟ هنلاقيه في بيج A، هنلاقيه في بيج 7 في الكتاب. طيب في بيج 5 هو برضو بيقول لي احنا فصص لي كده اللي احنا شرحناه علشان في جراف للفاكتورز اوف برودكشن في بيج 6. فقال لي what is economics. قال لي economics is the study of how society use their scarce resources. ازاي المجتمعات بيستخدموا السكيرس ريسورسز بتاعتهم الموارد النادره to produce valuable commodity and distribute them among different people. عشان ازاي ينتجوا المنتجات اللي هم محتاجينها ويوزعوها ما بين ال different people او الناس المختلفين. اوكي؟ ده بالنسبة للتعريف. فبيقول يعني ايه scarcity؟ هو هنا بيشرح لي يعني ايه scarcity او ندرة. فبيقول لي the most important problem of the economy. هي دي اهم مشكلة في الاقتصاد. الميجور problem. مشكلة أساسية. And it means إيه؟ إن needs more than resources. الاحتياجات أكتر من الموارد. فالneeds دي بنقول عليها unlimited needs والresources دي اللي بنقول عليها limited resources. So they will always be unsatisfied desires.
لان دايما في عدم اشباع للرغبات البشريه نتيجه انه في limited resources او scarcity او ندره، وان الافشنسي الكفاءه بقى في ايه؟ الكفاءه الاقتصاديه في اداره الموارد. The best use of scarce resources هو الاستخدام الامثل للscarce resources and it means absence of waste، ودي معناها انه ما يبقاش في اي اضاعه للموارد. في expressions تاني مهم اللي هو choice او الاختيار، فبيقول لي because resources are scarce لان الموارد دي نادره، فall societies should decide what to produce، فكل المجتمعات مهم قوي انها تقرر تنتج ايه. الـ opportunity cost او التكلفة البديلة the cost of making a choice، تكلفة صنع الاختيار او اخذ القرار، and it is the cost of the foregone alternative يعني تكلفة التخلي عن بديل معين. So we can say that scarcity implies the need for a choice. scarcity دي هي اللي بتقرر احتياجنا للاختيار. يعني ايه؟ يعني لو ما كانش في ندرة ما كانش يبقى في اختيار. يعني لو كانت كل حاجة متاحة هتختار ليه؟ ما ناخد دواء هاخد دواء هاخد دواء هاخد دواء، ما كله متاح، لان في ندرة فانت بتختار تاخد دواء ولا ده، لان ما معكش تمن كل حاجة، انت لازم تختار وذن احتياجاتك وقدراتك والتكلفة اللي تقدر تتحملها. دايما بيبقى قدامك اختيارات وبتختار الاختيار المناسب لاحتياجاتك دي. and making a choice implies the extent of cost او opportunity cost، واتخاذ القرار برضو لازم تقرره في ايه؟ في انك تقرر الـ opportunity cost. يعني ايه؟ خلينا اقول لكم example كده نختم بيه النهاردة. ان انت لو عندك احتياجات متعددة يعني واختيارات متعددة، زي ايه؟ انت قرارك انك انت تيجي هنا الجامعة وتكمل دراستك بعد الثانوية العامة، كان عندك قدرة او كان عندك اختيارات، اما انك انت تشتغل بعد الثانويه العامه وما تكملش دراستك، او انك انت ما تشتغلش وباباك بيصرف عليك اساسا وتقعد في البيت وتريح وتتفسح وتخرج وتسافر، او انك انت تكمل دراستك. كان قدامك كذا خيار وانت اخترت انك تيجي تكمل دراستك في الجامعه. ليه؟ مع انه كوستلي، يعني انت لو كنت اشتغلت كنت هتاخد فلوس، لكن انت هنا بتدفع فلوس، انت بتدفع فلوس بتقضي وقت كل يوم من 8 الصبح للساعة 3-4 في الجامعة، وبتروح متأخر وبتروح تعبان، بتبي money و effort و time علشان انت اخترت الالترناتيف ده او البديل ده، فدفعت حاجة اسمها cost. مش بس cost هي مصاريف الجامعة، لا، دي مصاريف الجامعة تضحية بالوقت ده كنت ممكن تقضيه في انك ترتاح تنام تسافر، كنت تضحية بالوقت وبالمجهود اللي كان ممكن تشتغل بيه في الوقت ده وتجيب بيه فلوس اساسا. فانت اخدت القرار، اخدت القرار انك لا انا هشتغل، لا انا لازم مش هضيع وقت، انا هتعلم. ليه؟ لان انت بالنسبة للتعليم ده الكوست البنفيتس بتاعته اعلى من الكوست. يعني انا صحيح هدفع فلوس دلوقتي، بس بعد 4 سنين هيبقى معي شهادة، هيبقى معايا تايتل، هبقى valuable في المجتمع، هبقى خريج جامعة، هشتغل. لو كنت دلوقتي كنت اشتغل بعد الثانوية العامة هاخد 1000، انا هاخد دلوقتي 5000 and so on. يبقى انت كان قدامك اختيارات وحسبت التكلفة والعائد من كل اختيار وتنبأت بانه ده افضل اختيار ليك هتقرره هتاخده وهتحقق بيه هتجيد منه benefits اكتر. فدي اسمها ايه؟ الـ opportunity cost. وده اسمه ايه؟ الـ choice، انك كان قدامك alternative وخدت قرار based على الـ alternatives دي. تمام كده؟ ده الـ opportunity cost. احنا كده بدأنا في اول الكتاب واتنقلنا من صفحة لصفحة، بس تقريبا انا يعني انتوا معايا من الاول خالص. انا بدأنا ببيج 2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين شرحنا هو 5 و7، وهنرجع و6 اللي هي الفاكتورز اوف برودكشن اللي فيها الناتشرال كلاسيفيكيشنز اللي قلنا عليه اللاند والليبر والكابيتال والانتربرينير اللي هو المؤسسات دي، الكلاسيفيكيشنز بتاعت الريسورسز
والثري فاندمنتال ايكونوميك كويشنز او بروبلم اللي هي وات هاو اند فور هوم في بيج 6. بيج 7 الكومباريزن ما بين المايكرو والماكرو ايكونوميكس. وهنبدا من المحاضره الجايه بالبرودكشن بوسابيليتي فرونتير اللي هو البي بي اف، وده اتس فيري امبورتنت. هنتكلم بقى، هيبقى معانا هعرض لكم الجراف ونفهم هو ليه اتس فيري امبورتنت، لان هو الموديل اللي بيشرح لنا ازاي نختار ما بين الترناتيف واخر. ده بقى بموديل بكيرفات بمفهوم اقتصادي، ده اللي احنا هنبدا بيه المره القادمه ان شاء الله المحاضره، ومنه ننتقل للديماند او الطلب عشان ندخل مور ديتيلد او مور ديبث في الموضوع. اوكي، سعيد قوي ان انا كنت معاكم في الليكتشر النهارده. اتمنى ان انتوا وانتوا بتسمعوا الريكورد بتاع الليكتشر تستفيدوا، ولو في اي كويشنز سواء تسالوني في الفيس تو فيس ليكتشر، او يا ريت من الليكتشر الجايه يبقى في جوين وتبقوا معايا في الاونلاين عشان يبقى في انتر اكشن بينا، ويبقى في اسئله طول المحاضره، ولو انتم محتاجين اي اسئله تسالوني، ويبقى في رايح جاي، وده هيفيدكم اكتر بكتير من انه تبقى المحاضره ريكوردد 100% وداوت اي انتر اكشن بتوين اس. تمام، فاتمنى انه ده يبقى موجود ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه على خير الله في نفس الميعاد الاسبوع القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. انا دلوقتي هتواصل مع الاي تيز عشان برضو ابقى اعمل لكم ابلود للماتيريال، وقابلكم على خير ان شاء الله في المحاضره الساعه 12:30.